شكرا محمد خلاط مندوب جهوي في الشؤون الثقافيه بسلاقس. احنا اليوم في اطار الاحتفال باليوم العالمي للمراه، بطبيعه هو ينتظم كل سنه في تاريخ 8 مارس. احنا اليوم النشاط هذايا في اطار الشراكه بين خليات الحكمه في المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه بسلاقس والاداره الجهويه للصحه بسلاقس والمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبه بسلاقس. شكرا على الاخوات بالاحرى اللي سهروا على تنظيم هذا اليوم. كان افتتاح اليوم هذا بمعرض لابداعات النساء العاملات في القطاع العمومي، وكانت هنا ابراز المراه اللي قدراتها كمراه في البيت ومراه في الاداره ثم مراه مبدعه لتنميه القدرات نتاعها وتطوير القدرات نتاعها الابداعيه في المجال الفنون التشكيليه. وبعد عنا مداخله حول حوكمه الموارد البشريه المراه العامله كمثال، وهذه بطبيعه المراه التونسيه ابرزت قدراتها في مجال المجالات الاداريه والمجالات الابداعيه كلها. فكل عام والمراه التونسيه بخير، وكل عام والمراه العربيه والفلسطينيه تحديدا بالف خير. دونك هذا النشاط اليوم اللي احتفلت بعيد المراه المركز على المدينه. كي نحكيو اليوم على باقي دور الثقافه وباقي المؤسسات، شنو الاحتفالات، شنو نوع الانشطه فيما يخص اليوم العالمي للمراه؟ هو كيف كيف المؤسسات الثقافيه كان دور الثقافة وأن المكتبات العمومية نظمت عديد اللقاءات في الإطار هذا في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة. فكان فما تقديم لبعض الكتب من إبداعات النساء في الإطار هذا، كان فما لقاءات حوارية أيضا كذلك، فما معارض للإبداعات النسائية في العديد من دور الثقافة. فكل واحد له طريقته في تنظيم اللقاءات هذه، فما حتى عروض نسائية كانت منتظمة في دور الثقافة أو بالشراكة بين المؤسسات الثقافية ومكونات المجتمع المدني في العديد من المعتمديات. اليوم من العيد الوطني أو العيد العالمي للمرأة إلى رمضان على أبوابنا. إن شاء الله، رمضان إن شاء الله ربي يحيينا ويحييكم بخير. احنا كمندوبية الثقافة عدينا برمجة على مستوى المؤسسات الثقافية نتاعنا، كذلك مع الشراكة مع البلدية وبعض مكونات المجتمع المدني في إطار التحضير لسهرات رمضانية في الجهة، ونعمل شوية تنشيط للمدينة في مكوناتها كمركز المدينة وكذلك الإشعاع على مستوى المعتمديات، على خاطر احنا مندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسلاقس هي فيها مركز مدينة وفيها محيط مجاور كبير وهو المعتمديات وما أدراك ما المعتمديات، من خلال مؤسساتنا أو من خلال الشراكة بتاع مؤسساتنا الثقافية مع مكونات المجتمع المدني في المعتمديات. شكرا.